مار شربل يحرسكن يا رب، يقبرني عينك عرمشي بتمشي وعخد بتعدي ميرو. قول الله يا بابا قلنا ربك وعم بنصلي شبكنا البواريك والمدفع عالتلي بصرخ من بعيد نحن وعم بنصلي شبكنا البواريك والمدفع عالتلي بصرخ من بعيد ما بترجع ابطالنا والعيدة بتضلنا نحمي مش تشبهنا عم بقول في صوت شرف الأورانج شرف الترارتتا خير يا طير يا جار يا دومي دي حبيبي وطينا شو الموسيقى نبدو عن معكم شو بك هذا دولو يخرب زوعك بتحكي مثل ما بترقص ناديا جمال شوي شوي عمالك شو عم بتروقت زناكس مع حليب اليوم عمالك شوي شوي شو شوي شوي شو عم بتقول؟ عم بقول وطينا شوي هالموسيقى لنتفاهم نحن وياك ليه معليها القد ولو؟ نتفاهم؟ ايه نتفاهم ليه نتفاهم؟ انا وياك بدنا نتفاهم؟ ايه نتفاهم ليه نتفاهم؟ ليش انتو الواحد في ياخد ويعطي معكم؟ ليه؟ ما انتو بلاطة فرد شقفة بعدين طالع عملي طا؟ ايه حبيبي عيوني طا؟ ليك ما بقى تعيط لي جار؟ ليه؟ انا مني جارك جاري ونص يا زلمة فشرت على رقبتك انت جيرانك ايه تاني ميل هونيك مو عندك برازي؟ وين بجيب لك برازي هلا؟ من وين بدك تجيب لي برازي؟ ما اسم الله عليك انت حزك مزك على سيدنايا انا؟ هلا السياحة على اوروبا ما بقى تعجبك وليك رودي؟ شو بدك على بكرة الصبح؟ لو جار حبيبي عيوني ولو هزت ما نزلنا من هالصرعة اللي حاطط لي اياها ولو هيدي منا صرعة لك ابني بده يدرس ما بيعرف يدرس يا زلمة ابنك ما عم بيعرف يدرس؟ لا معليها كثير مين ابنك جنوة؟ ايه هيدا القصير المدعبل لونه اورانج ايه نعم اسم الله عليه ابنك جنوة قد منه فتح ورغيب علم ايه بكره بس بده يتخرج من الجامعة بده يعمل حكيم لا لك ما تقول هالكلمة يا زلمة بشرفك انت بتعرف شو بدي اعمل ما بده يعمل هيك شو بدي اعمل؟ مهندس مهندس؟ ايه مثل جبرانو ايه اسم الله عليك وعليه ليك روح قل له لابنك هيدا البليط خليه ينقبر يضحوا يشقطهم بدينيه لانه بدي اعلي الموسيقى مثل ما بدي واذا ما عجبك انت وياه جالوبس لشوبس يلا حلو هيك لكن ايه شوف يا جاد يا دومتي حبيبي اولا مش على ذوقك مثل ما انت مثلا حاط غنيتك انا بدي شيل غنيتك وحط غنيتي لك معي شي يا خيي خيي طلع لي دقر انت ولا باتريك حط غنيتي يا خيي قولك جاي لحظة شو عملت؟ فيطة ما انتبهت شو عملت؟ ما انتبهت؟ لا فيطة هيك لكن ايه هيك لكن شوف يا جار يا دومت يا حبيبي أنا حاسس إنه اليوم حضرتك بدك تعمل معي مشكل يا خيي إليا من الآخر بدك تعمل معي مشكل إيه أو لا بدي أعمله هيدا المشكل وأخلص حاج قاعد بلاطة على صدري اللي عم بقلبك ما أسألك تعمل مشكل إيه مشكل فليكن بس قول هيك من الأول يا زبط لي وقفتك لكن إذا مشكل يلا أنت زبط وقفتك كتير منيح بس ليه لما تترك يا كروشي بدي خليك ساعة تفتش على دراسك هلا أنت مذكره لوجهك باتريك بس إيه مذكره ليه تذكره كتير منيح لأن بعد دقيقتين رح تشتاق له يلا طا يلا مشكل خلص مشكل جواب نهائي ايه ما بتتراجع بكلامك لا ماني مثلك مشكل ايه مشكل مشكل يا علي خلص راحت عليك المشكل يا علي وين صار هذا اهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على عليك يا حبيبي
شو بيك له؟ على القد دغري دغري. شو بيك؟ شو مناب انت؟ شو حبيبي عيوني؟ انت هيك بدك تقضيها انت ويا دقي وعصري دقي وعصري؟ لا بعدين كل ما دق الكوز بالجره صار بتعيط يا علي؟ عقلة شغلي صاير له، هذيك اليوم مدري من مسكر عليك بالبنايه الموقف، افكش تمرق؟ قلت جيبوا لي علي، سرقوا لك الميت من الخزين، قلت وينك يا علي؟ ولك انت معلق اشتريت كهرباء على خط الدولي اجوا عمال يشيلوه قلت ابعثوا لي ورا علي 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 ما فيش الا علي بهالبلد اكيد ما في غير علي حبيبي ما هو مثل بسين بلا علي لحظه 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 ما تقول بسين ولا على بسين ما سمعته على بسين سمعته على بسين طيب ما سمعته ما تقول بسين انتبه هلا حمي فصك انت لك ما زال ماشي حالك خليني أني أرجع ودبر حالك معاه خليك بعدك واصل هلا شو بيكله عشو على الأمان هلا شو المشكلة أنت وياه خي حاطط لي موسيقى معلقة على الآخر نزلت لعنده بكل تهذيب شلت غنيته وحطيت غنيتي ما بدي أذيه اتفرج كيف عم تصرف معي أنا اللي بقوله إنه الحق مع باتريك باتريك ولو اسم باتريك ليه بيت باتريك ولو باتريك بي ماجسكيول للقد ولو الله اتمرن عليها تبع بالبيت عم مش عارف ليش تعال اتمرن عليها قول بيه بيه لك بيه 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 باتريك ولو هيدا خلاص هلا لك يا باتريك انتو معقولي كمان بتسمو لي كل اسم هالطول ليك علوش شو يا خيي هلا انت هيك طلع معك انه الحق مع الباتريك ايه هو معه حق هلا على الباتريك هلا هيدا البنجوان معه حق لك حسب ما عمال يحكي لي معه حق طيب شو على كل حال جارنا ابو طوني شاهد على الموضوع شاهد زار هذا بكان ايوا عليه انتو كل شهاداتكم زار وشهودكم زار وبزار ولعمالي تتقاتلوا من بده يحط غنية هلا لحقتوا بدكم تحطوا غنية هي غنية بتنسى معها لك ما احلاها معونيك هي اسمعوها هي اشرف الاغاني الله اكبر شعبك ما بينحني علي ايدك لفوق لفوق اعلى اعلى الايدين اعلى احسن احسن من حصلي ارضك يا لبنان الدم محصلي ارضك يا لبنان يلا نصرك هالسنين شعبك هاي جديدة انا اخترعت خلينا شو صاير ضريب حيدر ولا؟ شو يعني شو يعني؟ شو شو يعني شو نسيت؟ شو؟ هي اللي علمناكن عليها هديك الجمعة ولا شو بيك؟ لا بس أنا حبيت الغنية سجمت معها بس سجمت معها؟ ايه والله رح يطلع عفص صدرك من ورا دارك كان خرب زوها حبينا الغنية يعني شو بده؟ هلا هو ما أوحى اللي بيشوفك عمالي طلطم هك بفكرك من النبطية ولا؟ والله شو علوش شو يا خيي حبيبي انت يا عوائل دخلك حلو كثير هالغنيه يابا عجبتك بتجنن اول عمرك دخلك هيدي مين بغنيها بوني ام ولا بي جيز شو هو اللي سميتن ادويه تحمل تحميل شو قال هاي شو علي هول فرق موسيقى امريكان امريكان نعم عمر يعني ايوه بص حاج تعمل لي بالرز بصل الله يلا شيلها للشوبس ولك ما من شيلها والسما زرقاء لك عشو دحشت لي هالجملة هان انت هلا شو بدك فيها هالجملة اتقولاش مناب لك بتقب بشق لك شو انسائي يابا طالع لك لو خيي انت وياه من الاخر مقصكم ما بقي طاقتي كون عندك علم وخبر انت وياه لهذا الاورانج انه والله غني عنا هون بمنطقه عين رمانه قلعه الصمود وبالاشرفيه البدايه ما بيقطعوا واذا ما عجبك انت وياه جالوبس لشوبس قلب الطيقه لميزون ولك بدهم يقطعوا غصبا عنك وعن اسيادك ما بقى تعصبوا اكثر من هيك لخي علي شوف عصب شو بروقه هلا اه والله خلص عصب عم تنتش صايب هي هي. ماشي الحال ما عليه تقبرني ما عليه حبيبي نحن منا مقطوعين من شجره عيوني نحن عنا طبوعه بطريق جديده بتاكل عالم طبوعه بطريق جديده شوف ملا السماوي جاييك هلا ابو عمر ابو عمر ابو عمر ماهن مين بقول له يابا قولي له الرفيق دومي تعايزه انت مين بس اني ام عمر الله اكبر الله ينجينا طيب خلص ابو عمر منه هون تعي انت تقبريني بس لا ما الله يقبرني عيني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شو اشبك دومي شو اشبك يقبرني عينك ام عمر عرمشي بتمشي وعخدي بتعدي عيوني على عيون بس حبيب قلبي
أم عمار؟ الله كيف؟ الله أبو عمر وينه؟ أبو عمر بقريتين رايتين؟ بقريتين طيب ليك كنت عايزه بشغلة بدك شيء لقله؟ باردون؟ بدك شيء لقله ولا بتفضل أنت تقله؟ ولا بدك تقلي لقله؟ بس أنا بفضل أنت تقله شو قلت؟ شو هالجملة طرقتيني يا الله؟ شو اشبه؟ بدي حلم الله لا أفهمها عفواً يا معمر أنت حاطة شي تقيلات تحت لساني؟ طقيلات؟ إيه لأنه عم بيلبد لبد اللسان لا ما حاطة طقيلات مثل ما فهمت عليك يا معمر شو معقول قوله لخي علوش؟ خي علي ساقط علي بالتسعة منتش وجاهز وانت ساقط علي برجيت المعسل يا عسل شو معقول الله؟ طب ما قل لي شو القصة والقرآن ما معي خبر شو المشكل بركي أنا بحله لك انتو قبل ما تجوا تحلوا هالمشكل روح قلوا لي قصة 50 مليار دولار دين دلتلتونا فيهم بالبلد بالأحسان الله عدو وين راحوا ال 11 مليار وين راحوا 11 مليار بخر وين راحوا هلا لي وين راحوا 11 مليار لك مش واحد واثنين 11 وين راحوا 11 مليار تبخروا هيك 11 مليار وين راحوا روح ليلا بينزلك قرق لك لو واحد واثنين كنا حكينا بس 11 مليار بخروا هيك لك صلي على النبي يا بترك ايه شو بدي اقول له لا اقول له لهيدا ولك يا عم لك انا بشرح لك قربك يا خي ذومت انا راح اشرح لك تفضل ليك يا اخي قل لي خي قل استغفر الله ربي واتوب اليه شو لزقتي فيه هاللزقه انت شو ايش بدك تحكي عني ندفي لنعرف نحكي بس هودي اثنين عمال يتقاتلوا كل واحد بده يحط غنيه على ذوقه واحد بده يحط غنيه يا امام علي اذا بتسمعيها بتاخر العقل هيل الجنرال والثاني بده يحط غنيه للقويت بتنسى معش هيدا المشكل ها هو المشكل اي انا بحله ولك كيف بدك تحلها كيف؟ هلا بنحط لهم غنية تعيد طيار المستقبل، يعني. شوفوا إذا بحله ولا ما بحله. اه غنية كمان. أم عمر إذا بتطولي هيك ركبي رح ينحلوا. استنطرتيها منيح. نشيد قوي حبيب قلبي شفتوا ما احساكم ولك انتوا جماعه طيار المستقبل انتوا خليكم بالارجال عم تشرقوا شرق ارجال اتقربوش على السياسي منوب اشتقت له للحرير اشتقت له شو صار لك ولا ويا قلبي مني طلع وروح قل له وروح قل له عغيابه جرسوني دمعاتي يا ويله وكل الناس علي عم بيضلوا يا بي صوتك شو حلو تعملي مجالس ولا مجالس مبسوط ولقريع ليه شو خصني انا هيك بدك ضحكت الاسلام علينا لك شو خصني انا يا طبعت له بعدين طبعت له بلا ما تقربي ما تقربي وهني بتزون اربعات زمطت منه سكوت شو في حك وحده كروشيه ولا باتريك ضومي شو خصني انا 100 مره بقول لك انه انا وياك فينا نكون مثلهم واحسن بس انت ما عم تقنع تكون معي لانه انت مخك يابس انا مخي يابس طب عندك شيء اقتراح بس ليك رح سمعك غنية هلا اسمع لي كلماتها شو بيقولوا فينا نشتغل على اساسا غنية سوا فينا نكون مثلهم واحسن هات شوف انا عوني بحب القوات بحبوا للحكيم اخوات انا عوني بحب القوات بحبوا للحكيم اخوات تسلم لي عينه تسلم وحده هو اللي بيفهم طبعا تسلم لي عينه تسلم وحده هو اللي بيفهم بيفهم اللي راسي بالذات انا عوني ترارتتا انا عوني ترارتتا انا عوني بحب القوال ايوه انا قوات بحب العون والبرتقاني اجمل لون انا قوات بحب العون والبرتقاني اجمل لون حط
حطوا بالقلب وبالعين بنطر تصريح التانين حطوا بالقلب وبالعين وبنطر تصريح التانين وبحضر له المقابلة أنا عوني ترارتتا أنا عوني ترارتتا أنا عوني بحب القوة أي مرة لبسنا الليمون قصدنا الحاكم يا عيوني في مرة لبسنا الليمون قصدنا الحاكم يا عيوني لما طلعنا على معرب عرفنا محله من الأعراب لما طلعنا على معرب عرفنا محله من الأعراب وسمعنا أجمل كلمات أنا عوني ترارتتا أنا عوني ترارتتا أنا عوني بحب القوات أنا عوني أيوه أنا عوني أنا عوني رفاق القوات مش غلط أبدا حلوة كتير حبيتها؟ حبيتها كتير يعني مش الحال لا ما مش الحال ليه؟ ليه؟ إيه؟ لا إنترنت فيه إيه؟ لا تليفون فيه إيه؟ لا كهرباء فيه لا ماي فيه لو بتخففوا لنا شوية إصلاح وتغيير ما بيكون أحسن بس يا محلى الفزاد يعني يلعن فصك ما أسألك يلا قلوب كلي مرحبا ميرسي ميرسي بليز طب أوكي يلا زقفتوا أوكي رح أعتبر هالزقفة مثل تشجيع لأنه شرحت الأورانج يمكن عم بتشجعوني أو شيء من هالنوع هيدي بدها زقفة لوحدها هيدي اوكي 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 والعاني اهلا وسهلا فيكم جميعا منورين ليلى هالوجوه الحلوة يعني ما بعرف بمين انا رحب وجوه ونجوم وزملاء واعلاميين واصدقاء واحبة خلينا نزقف للام تي في زقفة كبيرة اوكي اهلا وسهلا ميرسي قال بيقولوا بالبلد انه ما بقى في لا 8 اذار ولا 14 اذار شو هالخبريه شو هالتفنيصه اللي عم بيجربوا يقنعونا فيها انا بقول انه في ونص على كل حال رح نعمل مثل تجربه صغيره نحن وياكم تنشوف اذا في ولا ما في بس بدنا نتعاون بشويه زقيف بدنا بالاول زقفه كبيره ل 14 اذار اوكي ولعب 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 بيرجود ولعن ولعن ها شفتوا انه في شفتوا انه في خلص ميرسي 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 بليز حدا من الشباب ياخذ ارقام الطاولات اللي زقفوا هلا بدنا زقفه ل 8 اذار منيحة بس بدنا نشد حالنا شوي يا جماعة مع العلم الأكترية بالبلد ولا أنا غلطان بل أكترية ما هي طيب لحظة رح نرجع نعيد زقفة 8 أدار بركي في ناس كانوا نايمين مش منتبهين أو شيء أوكي يا زقفة 8 أدار طيب لا لا القبلة القبلة أصبت عم ينقصوا عم ينقصوا إذا بنعمل بعد زقفة بصير كلهم 14 ربطت فيه لاحظت في منطقتين مش عم بيزقفوا أبدا هودي وسطيين إلى أين أهلا وسهلا فيكم لا عم نحكي عن موضوع 8 و14 أدار ليش؟ لأنه هيدي شغلة استجدت على حياتنا اليومية والسياسية من كم سنة لورا ما كانت موجودة شو السبب أنه استجدت؟ طبعاً في عدة عوامل منها أنه الزمن تغير بعدين مواطن محير من شغله الطير والقصة المعير شو بعد في شيء على القافية والوضع كله؟ مسير لا يلا كلنا سوا الوضع كله؟ ايه مدام طلعت معك واضحة بهالمنطقة هو مني عادة الشباب والرجال بيتحمسوا أكثر بيخترق أوقات صوت نسائي رفيع هالمرة لوحدها تشجعت المدام ويلا على كل حال إذا اضطرينا نرجع نقول هالكلمة النعمة واللطيفة والظريفة بليز ما نقولها هي زيتها بنستبدلها بكلمة تانية أنعم مثلا بنقول تمام يعني صار نقول الوضع كله تمام هو مش تمام هو هيدي الكلمة اللي يلا بنجربها الوضع كله تمام برافو يا شطورين اصلا هاي الكلمه اللي عم جرب نغطيها بعدها ارحم من اسمه لرئيس وزراء فرنسا الجديد جون مارك ما رح اقول عائلته طبعا بس ناطرين تيجي على لبنان تنشوف شو رح يصير يقولوا بكره بالتلفزيونات وبالاخبار وصل الى لبنان اجتمع مع فلان تناول العشاء مع اختلى ب راح وياه على النصب التذكاري ووقف دقيقه صمت
وقف دقيقة صمت ها خلصنا واسمه هيك الزلمة شو إن شاء الله يجي على لبنان بسرعة يلا ناطرينه ناطرينه ناطرة. طيب لكن ما تنسوا الوضع كله تمام. هلا رح نقولها كثير يلا. هلا رح نستعرض كم شغلة من الأمور يلي كانوا يصيروا قبل وهلا ما بقى يصيروا. كيف بيقولوا مثلا قبل وبعد؟ أوكي مثلا من زمان على أيام جدودنا كنا نركب على الحمير، هلا صاروا الحمير عم يركبونا. والوضع كله قبل كان الشعب يجيبه للنايب، هلا صار النايب يجيبه على الشعب. إيه للشعب للشعب عفوا عفوا عم اللغة العربية شو دقيقة وحساسة ها؟ حرف واحد فرق الدنيا كلها. والوضع كله تمام. قبل كان في عنا اسامي كبيره بعالم السياسه، مثلا كميل شمعون، كمال جنبلاط، بيير جميل، سليمان فرنجيه. هلا بعدهم تقريبا هن زيتهم بس على صغير، سليمان الصغير، تيمور الزغطور، نديم، سامي، نيلا. لا 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 على فكرة بالنسبة لست نايلة تحديداً أوقات بنسى أنها موجودة مجلس النواب. ليه؟ لأنه ما منشوفها كتير أصلاً. ملاحظين أنه في كتير نواب عندهم خصائص معينة، مثلاً في نايبة ما منشوفها كتير، في نايبة تانية ما منسمع صوتها بالمرة. مين أسد جبير زوين؟ ما كنت رح سميها بشرفكم. ما بدي تعرف عم نحكي عنها المرة تقوم تزعل تعملوا لي مشكل. لا عن جد حدا منكم سمع صوتها لست جبير؟ شي تصريح، شي مقابلة، شي خطاب يعني؟ امتى؟ مش من زمان. على كل حال الواحد بيتسأل اوقات كيف جابت كل هالاصوات بالانتخابات وما سمعنا صوتها. لازم نفوت على الجينيس بوك او على العجائب الدنيا السبع غير الطبيعيه. من فتره اذا ملاحظين اذا انتبهتوا هالحادثه كانت واقفه معهم بالرابيه وقعت ما حدا انتبه. عن جد مش انه عم بركبها للخبريه، صارت وقعت ما حدا انتبه. بعد شو نص ساعه استفقدوها، وين سجل بيت فلت؟ ليه ما قالت باي؟ ها ما استأذنت؟ وين ليه فلت بعدين؟ ايه سجل بيت. لا حرق هي لما وقعت وقعت بشكل حدا بيوقع على ليلة اخ ايخ ساعدوني شيلوني خلصوني خلص عندي مبدا بحياتها ما بحب تحكي لو شو ما صار تصطفل يعني كل واحد حر بطريقته. ما قلنا عليها للمره. مين بعد في نواب عندهم خصائص معينه؟ اه في ناس بضلهم مسافرين كل الوقت بيلعبوا على التاج بروحوا اجروا انه بيعملوا سكي اه وتويتر ما تويتر ونحن كثير كول يا والوضع كله تمام. قبل كان عندنا رياض الصلح، هلا ما بقى في للصلح مطرح. قبل كان عندنا جبران خليل جبران، هلا عندنا جبران بس يا جبران والوضع كله تمام. قبل كان عنا رعد بس بالشتاء، هلا عدوا معي رعد بالحزب ورعد بالمجلس ورعد بالاخبار ورعد بعد حيفا ورعد على الترويقه ورعد كل دقيقه ودق يا موسيقى. والوضع كله تمام المضبوطه، مش هاي اللي عم نقلبها بشرفكم. لا تمام مثل ما بتنكتب، مش هيك انا قصدي هيديك. هلا بدكم تقولوا غير تمام، كل واحد مسؤول عن تمامه بالنهايه. انا قصدي هيديك تمام، مش خوفا ولا شيء بس انا قصدي هيديك تمام. اوكي قبل كان عنا انه فرنسا ام لبنان، هلا عدوا معي سوريا اخت لبنان، امريكا اخت لبنان، السعوديه اخت لبنان، وايران بلبنان، وشكرا قطر. حتى شكرا قطر تغيرت، كانت مع ناس صارت مع التانيين، هونيك صارت تعبان قطر والوضع كله تمام. قبل كان عنا طاحون على نبع المي، هلا ما بقى في لا طاحون ولا نبع ولا مي، سترنات شغاله 24. فنيا الوضع تغير. قبل كنا نسمع اغاني مثلا ام كلثوم، عبد الحليم، عبد الحفيظ، عبد الفريد، عبد الوهاب، عبد المطلب، فريد الاطرش. هلا صرنا نسمع تيراشرش تيراشرش ونيال الاطرش والعب العب العب وانا بحبك يا حمار ولركب الحنطور واطحنطر، كلها اغاني راقيه يعني عندها هذا الرقي. واغاني من نوع بر تا تا شيكيبو بر تا تا شيكيبو وتر لك تر لك تنتر لك فنتر لك تر لك فنتر لك تنتر لك تر لك تنتك وتنتك تنتك فنتر لك فنتر لك تنتك بر تق بر تق 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 لو شو الاغاني هو شو ما حبيبهم فيهم لو رح يدبخونا عن جد. في فنانه كبيره بنحبها عندها هالنوع من الاغاني بس ما رح اقول اسمها. مين قصت نجوى كرم؟ ما كنت رح سميها. لا عندها غنية هذه تر لك تر لك فنتر لك بس بغنيها بطريقة راقية يعني برقية تر لك تر لك فنتر. والوضع كله تمام. اجتماعيا الوضع تغير. قبل مثلا كذا اذا بنطلب ايد وحده كان نروح على الناس نسميهم الاوادم،
تعرفوا الخبرية كان في ناس اسمه الأوادم، نروح عند الأوادم ناخد معنا حدا من الأوادم نطلب إيد بنت الأوادم. هلأ ما بقى فيه لا أوادم ولا بنات أوادم، عبين أرضو يعني في شوي بعد طبعا، بس في أنه إرادة كتير قوي. بعدين طريقة التعارف على النسوان والبنات تغيرت. بالأول كنا نتعرف على العين، على أيام جدودنا إذا بتذكروا كنا نتعرف وين؟ على العين. هلأ سنتعرف على البز دغري. وخاصة إذا كان سيليكون بيفتح بوجنا مثل إيرباك، أقل شيء نتعرف عليه قبل العين. بعدين بيقول مثل إنه العين ما بتعلى على السيليكون. هيك كانوا يقولوا جدودنا. طيب خلينا نختصر كل شيء قلناه بجملة واحدة مفيدة بتقول إنه الوضع تغير. ليش؟ لأنه الزمن تغير، مواطن محير من شغله تطير وأصلا معير إلى آخره. بس في شغلة لازم نعرفها، إنه نحن منحبه لهالبلد وراح نضلنا نحبه لو شو ما صار. اما يلي ما بيحبوا لهالبلد بيكون واحد شو؟ شكرا. هاي شو حلو، احلى عرض اليوم، احلى شايفكم كلكم. بالعاده بكون طفايه وما ايش عشي ما عم تحكي مع ما ايش غير القاطعين على البيست. ايه مرتاحه كارولينا؟ ايه لانه قعدتي كل وقت عم تحضر المسرحيه. ما انا بدي اياك بتبرمي هيك، لانه هلا قعدتي هيك رح فسر لك شو رح يصير. وهي صارت كثير مع الناس اللي بيقعدوا بيقطعوا على البيست، هاي بسموها البيست هون، ما بعرف كانوا ربعة زينة أو شيء أو نبع القطين صارانين فوق على البيست، يبقوا قاعدين هيك هيك قاعدين. هلا بعد شوي شو بتصنج رقبتك انت، بدك تجلسي تشوف اللي قدامك ضحك تقول شو قال شو قال. تعيتوا أحليكي. بونسوار. بالإذن من الرجال، معلش بالإذن من الرجال، عم بقول بونسوار بس للبنات الحلوين والنسوان. فهذا الصوت اللي مثل السيفة عم بحف بليه. معلش ما تزعلوا مني شباب، بس انتم ما بينعطاكم وجه. لا خرج تتصبحوا، لا خرج تتمسوا، لا خرج الواحد يلتقي فيكم. وبصراحة أنا كل ما عم بمشي بالشارع هلا عم صلي إنه ما التقى بالرجال. بصير انه كيف بدي اهرب منه، لانه لحالكم ليه خي ما بدي ازعل. ايه لانه ما في رجال بلتقى فيه الا ما بيسالني عن مجدي ووجدي. لنكون صريحين يعني صراحه. ايه كلكم بدون استثناء ما في كله بده يسال عن مجدي ووجدي. ما شو القصه؟ شو القصه معكم؟ كيف؟ مش رجال عادي بلتقى فيها، اعتعيت القصير فيهم أرنولد بدك تحكي معه طلوع هيك، وبيبقى ظاهر من نادي طازة منفخ ومضغط وناسي إبرة البروتين بإيده، لو مش من قد ما قد مش حامل حديد، حامل عفش البيت بقلب النادي مع المدرب مشقل فيه، وما تارك مراية بالنادي لما مقصم ومدرط حواليها كله ماشي هيك، وبيطلع من النادي وبيطلع بوجهه أنا كأنه شايف مرة طيبة بغرب يعمل لينك لهونيك، بس اطلع بوجه انا وهو بلشونيك التقسيم ببقى عيونه لبرا بلش اوف اوف بلش يقرب هيك صوبي انه خلص بده يشدني هو شو مان احلى شيء مجدي وجدي مان، نحن كثير بنحب مجدي وجدي مان، فيها الحلقه مجدي وجدي مان طلع فيها شو بدك تقول له هذا المسطول هذا لا مان لا مجدي وجدي حبيبي مش كل حلقة، نحنا مرة بالشهر حتى ما تزهقوا منه مان ومتضايقوا لا مان لا مان عم تغلط مان، لازم كل حلقة يكون في مجدي وجدي مان، أحلى شيء مجدي وجدي مان. طلب شو أنا بس بمثل يا مان.
شو بك مان؟ شو بك؟ هذا تمثيل يا مان؟ ما تصدق اللي عم تشوفه على التي في انت يا مان؟ شو بك؟ قبضها جد؟ شو مسطول مان انت؟ هبيلة مان انت؟ بعدين مان تعال قال لك انت عم تحكي معي ضبل لي عصاية البيسبول بين اجريك مان؟ ضبة عم تطول صاروا ثلاث اجرين مان؟ شو بك؟ هذا تمثيل؟ هلا كل شيء في كاركترات بعمله محلي بعينك الا هالكاركتر مان. خفف لي شوية بروتيين يعني روح شوي. بعدين مان تعال اقول لك مش كل ما يطلعوا مجدي وجدي على التي في تبلش يلا انت كمان. بدنا نهدى ايدنا شوي كمان. مان تعال اقول لك حبيبي هذا اللي عم تشوفه على التي في هذا التمثيل يا مان. انا عم مثل ما تصدق اللي عم تشوفه انت. شو بدك فيي انا نسيني انا طبعا نسوان. اذا كثير حاببهم قول لهم مان انا نسيني شيلني عن يعني خلص الغيني من راسك. اذا كثير حاببهم حبيبي يلا صرنا بالصيف هلا هلا توفى فيهم على سان جورج والريفيرا كثار فالشين تحت كيف ما تمشي بتنطق غير فيهم اي قد ما عم بيكتروا السنه ان شاء الله رح يفلشوا على بحوره لبنان كلها باذن الله. ما رح يكون في غير نسوان وهن وانت مان لنشوف وين بدنا بالحالنا السنة نحن. شو حبيبي؟ شو مان؟ كيف تعرفه؟ ما بتضيعوا دغري بتعرفوا مان؟ ما بتضيع هني ما بيلبسوا مايو مثلنا. هني بيلبسوا سبيدو. كله ضريب سبيدو بقى. ايه. سنتير مزبوط تبين. شركة السبيدو العالمية ما بقى بتصنع غير إلهم. سبيحة الأولمبياد قالوا له للسبيدو قالوا خلص ما عليش نلبس كلاسين خي سيسترو بس مهضومين لذيذين مصدعين بيبقى طارق السبيدو بقى شايفينه؟ ما شايفتيهون؟ لا عم يفوت كتير بيبقى ضارب السبيدو هيك مع مشي كعب عالي وعم بيقسم حد البسين بقى ويا بزتها شمال ويمين رهيبين وما بيحط بصف المشي صف صفها صف ولا لازم بدس المي اذا مسقع اركب شي شي واحد طاير طايش يلا بقى رهيبين هني بحبوا يسبحوا براس اب وين بقى اذا شايف واحد بصه بيطلع دغري من البسين هيك ليسامعه بيقولوا مسقعه نقف صار نسيت ما شفت رهيبين والله اهضم من هيك سوري إذا في حدا هيك بالصالة ما يزعل مني عم نمزح عن جد سوري جايز ما بش سوري جايز جايز سوري ما بدنا نكون كتير هيك كمان عن جد سوري ما يلي هيك يعلي إيده لأعتذر منه أنا كلكم ستريت هلا هون موني لا بس على سلامتكم اصلا شو بدي فيكم كل واحد حر بقفاه ليه بتدخل بشؤونكم الشخصيه عن جد بس بتعرفوا شغله مع كل هذا تخربط الهرمون وكذا عن جد هذه خليت ربنا واحد ما في واحد يتعاطى عن جد حرام يحكي الواحد هيك شيء بس انه شو بدي اقول لكم يعني صايره عندكم صايره عندنا عدوى والله في كثير رجال قلبت بقول لك انا قلبت بيبقى مجوز بقول لك استطيبتها ما بعرف شو عجبه يعني شو ما بعرف بابا استطيب بلا عم نكون صريحين بالموضوع بس على سلامتهم لا بضحكوا لذيذين وقلبهم طيب قلبهم طيب بس
بس انا شغلي وحدي بس بعرضهم عليها، شغلي وحدي بعرضهم عليها، وهذا رايي الشخصي، حرين تاخذوه بعين الاعتبار حرين لا، انه هن رغم كل ثقافتهم السكسيه اللي براسوا عندهم اياها، انا بقول شغلي وحدي انه عم بيروحوا، هن عم بيروحوا على حالهم، والله عم بيروحوا على حالهم. اجمل ما خلق ربنا المراه اللبنانيه، والله عن جد، لأن عنصر مفاجأة. ست اللبنانية عنصر مفاجأة، ما بتحب تعيشه للرجال بروتين رهيبة. إذا بدها تطلع من أوضة النوم على الحمام بتكبها حالها الخزانة، بركي حدا شافها شو بدي يقول عنا يا عيب الشو. فظيعة فظيعة، خلاقة خلاقة. وين اللي تجوز قبل عملية تجميل أكل الضرب؟ هي ذاتها شو لك هون المرجل. هلا بتجوز مره بعد 5 ساعات تصير غير وحده، ما غرامه يعني فظيع. طلب منها انت استحلي وطلب منها، ما عندها شيء، غرامه تبع بحالها لقياس اللي بدك يطلبه. ما هي بتعمل صدره مثل ما انت بتلعب بلاي ستيشن، اشتغلي صوف. شو بقى الصوف رهيبه. بس عسلمتها عسلمتها الست اللبنانية. وامي شو بتقلي؟ امي بتقلي صار عمرك 40 يا ماما، خلص لازم تتجوز. قلت لها ماما خلصنا مع القصة، حرام امي بدها تبليني ما عارفي كيف. قلت لها ماما هيدي قصة انه تجوز ما بطلت مثل قبل، يعني كتير صعبة هالايام، خاصة هلا بالعصر اللي صرنا فيه، وخاصة بهيدا البلد. هلا يمكن انا صار عمري 40 انه صار الشواء تبعي صعب اوكي، بس انه تلاقي شريكة حياتي بهيدا البلد كتير صعبة. يعني عندي احتمال سيب اللوتو 3 مرات قبل ما الاقيها، لنكون واضحين والله. بس انه الواحد بيجرب، جربت ايه، حاولت وتعرفت على بنتين مهضومين كتير. اول وحده لذيذه كتير، عامله شفافه، ايه 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 لهي للتسليه. ايه انا ما شايف بعدك شفاف، انا اول ما شفتها تعرفت عليها هاي البنت فكرتها افريقيه، والله شفاف افريقيه كبار هيك. قلت لها اكسكيوز مي ار يو افريكان؟ قالت لا انا لبنانيه. قلت لها ناقصك عظمي ورقه عريش يا محتاله. شو هيدا وليه؟ فظيعين شفافة كتير كبار، بيفتحوا مثل البراده، بس لذيذين حلوين كتير. انا اول ما شفتهم يعني في هي الشفه التحتانيه كان عندها استعداد هي تدعوس عليها هي وماشيه، قد ما مكبرتهم، مش مكبرتهم لتجمل حالها نكيف صاحبتها، انه انت بتكبرها فرجيك قد ايه بتكبر، ها هيك صايره نكيات وحياة الله. بس ما في أطيب من هيك شفاف. أول ما شفتهم أنا قلت لها بليز قبل المرحبة قبل أي شيء، شفافي كتير حلوين، وخرجت بويس وأنا بحب التبويس كتير. قلت لها بليز تعطيني بوسة؟ قالت لي ولو تع. شفاف ولا فانتوز؟ بتقشعين للبلوعة سيل تبلي؟ حلوين كتير الله يوفقك فيهم. بس ما اتفقنا أنا وياها، خفت منها، خفت تكني لحم وترميني عظم، تخوف. البنت التانية تعرفت عليها كتير لذيذة كمان، مهضومة كتير، التانية عاملة صدرة ايه مينيموم، اللي عامل صدرها ما بقى في قياسات تحمل هيك صدر، صدرها كتير كبير كتير كتير، يعني كيف زمطت نحر تموز ما بعرف، دوش كايات صدرها قد منه كبير ممكن يسبقها على المرحبة، والله ممكن انت تكون سهران بمحل عادي، انت وسهران يفتح الباب تشوف صدر فات وانت توقف تتحذر بينك من حالك بالزمين هيدا شو قولك؟ فارق معي انا ما بعرف شو عم تعمل،
ما تشارت خلص ما تشارت مش محرزة هلا خمس دقايق بهل هليلة منعرف من هي رو وليه وليه هاي انت ليه خرب زبلي شو هيدا شو هالشي هيدا شو عامل وليه عليك في صور وانا عبول بنتي وفيتي متشوفريت الامريكاني موسعة وفيتي شو وليه يخرب زوقك اوعى تحركي خليكم خلص روقي روقي وليه عبديك انت من تصير تعمل قصص بو لحظة لا شو وصل لعندك شيء حسيت بشيء ما كلها ما ما الله يسهل وين بده يوصل وين بده يوصل هيدي هاي ما التقينا فاس صعبة تلتقين فيها إلا بحالة وحدة بتفوت عليها زرك بدك تفوت منتبه كثير منيح لأنه إذا باش معها شي واحد تعمل لك قصة على رهيبين ليك البنات كيف استحوا لا ما تقول عني أزعار لا بس سي لافي هلا انا كل شيء خبرتكم اياه صدقوني هلا قلته هيك لضحككم لسليكم بس بالنسبه الي كل شيء بيمرق بحياتي انا كل شيء بيقطع مثل هيك صعوبات انا بسميها بالنسبه الي صفقه هوا والله قدام الفالج اللي لحقنا بحياتي عباس شاهين مستر لغات Shalanti mi cantore, shalanti mari fiero. Sharraf Toto Cotugno. Allo, allo, black allo, black allo. Ya Allah. طيب allo. ليه عم تصرخ؟ Allo. لمين عم تصرخ؟ لك يا عادي شو هذا؟ تعال شوف لي لشو صفورة هذا؟ صفورة بيكون كندا وأمريكا. Hello. Yes, hello. كنت ألو ألو يا جماعة صرت hello. ما لا تكون ناعم تبين إنك تحكي إنجليزي بقتلو قنيعة نطف. آه. Housekeeping. يا عين. لك شو؟ لك housekeeping. أنا ما عم يفهم. ما حدا فهم. ليه ما حدا فهم؟ شو housekeeping هاي؟ Housekeeping يعني مين عم يحكي؟ Who's speaking؟ شو هاي؟ Who's speaking? Who's keeping? Speaking. لحظة يا عادل عم بيقطش الخط روح شوي ما عم بسمع. عم بيقطش خلي حول خطه. إيه. ليه فيك تحول خطك درايفر؟ دايفر. عمل دايفر. انتبه روح شوي. هذا مين عم يحكي معك؟ والله ماني عارفه مين هو يا عادل. ليه لك من اخر الدنيا وانا الجمعة ما شايفك بدي اشوفك بدي احكي انا جاي لاحكيك كمان. طب طحنك انت وياه وبزبلنا. طب شو بنعمل؟ طشلوا اياه خلص خليه يحكيك بكره ارتفوا لبكره يلا. بتعرف شو؟ شو؟ ارتفوا يلا الاسبوع الجاي. يلا. يلا. الاسبوع الجاي يلا. ليك فيك تحكيني نسكويك؟ لك العمى شو مطشطش نسكويك عم نقول شو نسكويك؟ نسكويك يعني الأسبوع الجاي أسبوع الجاي نسكويك؟ ايه شو لك ها؟ وإذا بكرة شو؟ نسكافي هون بقى يا معلمي يي عرفته هلا عرفته ليك خلص ليك؟ أندروير أنا 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 أندر اندروير سوتيانات سترينجات نسوان لك عم نقول له عادي عم بقول له اندروير يعني ولا يهمك دونت وري دونت وري دونت وري نيفر نايس اوه شوي عادي رجع يقطش ليك رح اطرق هاي الجمله لاحكي انا هيدي تبعيت ليك ايفريبادي از همبرجر مانشستر يونايتد ليك ليفربول تشيلسي ليميتد ليميتد سكر من نص المخابره راح قال لك شو هيدا طبطب طلع اعطيني بروفيل طلع 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 ضعفين عبس ما اني صرت فيجيتيشن كرم فيجيتيشن من شهرين بس هذا ما نضعف فيجيتيشن هذا ضعف شو يا زكي اللي بتشيل على الطاير هذا ضعف غرام عبس انا مغروم بجمعة تركتك تعرفت وحدي وانغرمت فيها وهيك سلتك لشو اشتي عادي الرايح ايش وحياتك لا لا في كتير اخبار بالتفصيل بدي خبرك بدك تخبرني كل شيء كله قرب اقعد ليديز فيرست شو قصتك عم تتلفت مثل الحردون ما عم بفهم مين ليديز فيرست انت لقلك ليديز فيرست يعني هذه معناتها تفضل
هيك فهمانة انت. ما كلهم بيقولوا ladies first. يعني شرف اقعد قرب. قعدنا. How you doings كرم؟ مبلش غلط شاهين. ليه؟ ما بقولوا how you doings. شو بقولوا؟ بقولوا how you doing كيف الحال؟ طب انا اعمل لك how you doings كيف الاحوال؟ ما فينا نقول لك هيك؟ عادي. نعم. تعرفت لك على وحدة؟ حلوة؟ اي من الجمال. وين تعرفت عليها؟ على الفيموس بوك. ايوه. شو هيدا؟ فيموس بوك. شو هالاختراع هيدا؟ شو هالعلم؟ مين اخترعوا هيدا الفيموس بوك لبوسه براسه؟ والله اذا بلك اسمه بتصيبه بحياتك هيدا. ليه قول قول شو اسمه؟ مارك زكربرج. خليه عندك. أنا شو هذا؟ بدي سني لأقوله. ايه. ومقضى لك أنا وياها وين يا معلم؟ وين؟ على الانترنت. اوه. يلا. هاي دكتيلو عباس. اه عم تعبيها كمان. شو موظف كاتب عدل يعني؟ ما... هاي تبعتها. تبعتها. ساندي. هاي ساند. عباس. شو هيدا ما بقولوا له انترنت بقولوا له انترنت 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 انا بحكي معها بالليل بتصير انترنت وبيتها قريب من هون وين تظهر من الاوتيل ايه؟ بضلك رايح ستريت ستريت اللي هي ستريت تعمل نيوتر 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 لما برمج جديده صارت نيوتر بعد النيوتر ب 200 متر على ايدك اليمين شوفي في هاي الفيلا الحلوه توبلكس لا هاي لهم معلم صح شو التوبلكس توبلكس طابقان يعني شو عم تحكي؟ مثل ما عملها طابق واحد شو؟ وان بلكس رحنا لعندهم أو... الطابق الأرضي شو؟ بلكس رحنا لعندهم الملجأ شو؟ الملجأ سوبلكس قال بكرة صار قصف لا سمح الله ركضوا على السوبلكس رحت لعندهم يا معلم ايه؟ شوف العز اللي عايشين فيه خبرني اول ما بتوصل ايه؟ جاردينيير كبيره واقف واقف شو الجاردينيير جاردون جاردون اي اضرب جاردون جنينه جاردان 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 ما انتبهت واضاءه هاي فلاي 55 وكذا وسياره حمراء فل اكشن واقفه كفي كفي قويت قلبي وطلعت دقيت على الباب اوكي فتحت لي هي وامها هي وامها قلن هاو ار يوز لانه اثنين صح عادي شو هالام اللي عندها؟ اما ايه؟ اما ست اما كتير جنتلمان يا عادي شي بياخد العقل لا شي ما رأت عيني ايه مرة ايه طلة بسمة وقفة هيبة حضور خلص بس تشوفها بدك تحترمها شو بك تحترمها؟ اول ما بشوفها بورت شابو عادي بورت شابو العادي هيدي ما بقولوا لها بورت شابو شو بقولوا لها؟ هاي بقولوا لها شابو با هاي شوكولا وموز هاي ديك شوكوبا هاي سوري ما انتبه ماشي الحال يا عادي شو بدي خبرك جماعة كراس كراس كلاس مش كراس كلاس بالقل مش بالعر خي هيك علمونا اياها بمدرسة الظريف هلا مرة لي وانصرعت يا معلم ليه انصرعت شو هالتيزاين اللي عاملينه بهالبيت مزوقين؟ ايه هيك يعني بتطلع قصدك تصميم تصميم البيت تصميم ديزاين ديزاين بالدي اه هاي الديزاين بالدي غير شيء هديك ديزاين فرد البيت وجاكوستي واقف 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 لك شو وقفنا؟ واقف شو الجاكوستي؟ خايفيني اسألك سؤال؟ تفضل انت ليه ما بتتعلم انجليزي؟ العمى كل كلمة بنوقف عليها عشر دقايق شو جاكوستي؟ جاكوستي برمي المي بيبقى فيه بقلبه مي بتبقبق وانت بتقعد فيه شو اسمه هذا؟ هذا اسمه جاكوزي جاكوزي وانا حرة فيه روح يا لطيف وشو معلقين بالحيط عندهم؟ شو معلقين؟ شاشة بلسم إلى أول ما إلى آخر يا معلم أربع أمتار بأربع 16 متر هيك عقد الحيط هيدي بيقولوا لها بلازما عباس بلازما هيدي الشاشة اللي بتيجي هيك بلازما هاي بتيجي هي بلات سكرين فلات سكرين البلاط ما بتجي مثل البلاطة ممسوحة مسح مسحوك صرت كزدر بالبيت وروح واجي وخيي لا ايه عتكزدر بيت الجماعة خدت ريحتي ما استحيت منهم جماعة اوبن مايكل قد ما بدك عادي قد ما بدك اوبن مايكل منفتحين يعني اوبن مايندد 24 hours ايه ما ترمبا هني لان روح واجي روح واجي وين بدك روح وين رحت لوين فتت وين فتت عتشيكن يا معلم بس بقى بحياتك
فت على تشيكن؟ قد بيتك وبيتي على ثلاث مرات. قال نحن عنا بيوت وعايشين. قال هل قد كبير تشيكن؟ قد ما بدك. فت خرات لع جوا عادي؟ لك صرت جوا عم بقول لك. بدون ما توطي فتت؟ لك ابدا. برحشت بيضات ما بيضات كذا السما. لحظة شو عن شو عم تحكي؟ تشيكن. تشيكن المطبخ شو اسمه؟ كيتشن 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 مطبخ اسمه كيتشن. وليرات وليرات ليوم الليرات. مرتاحين الجماعة. عفوا على السؤال. قول. بحب اتدخل بشو. لا قول. بس هني منين معهم مصاري؟ بيا كان بيونايتد سبيس اوف امريكا. هيدي. قاعد هونيك. فضى وما فضى بيطلعوا مصاري فضى. ليك هذا فضى وما فضى. ما خصك باللغة أنت. شو سبيس؟ يونايتد سبيس اوف امريكا يعني الولايات المتحدة الأمريكية. شو سبيس؟ شو الثاني ده؟ سبيس. طيب ما أنت غلطنا بالحرف. شو بيشتغل هونيك؟ إذا بخبرك شو بيشتغل بس بتضل توب سكرتري بيني وبينك. هذا شيء خطير. شيء خطير قصروس فيها. لا قرب لقلك. هذا بيا بيشتغل بالانترفون مع اللي بس مع الانترفون عادي. ما تأشر ما تأشر مظبوط. معك حق معك حق. خليك تعمل قصة. إذا حدا عارف إنه بيا بيشتغل بالانترفون تعمل قصة. خلي بيا بيوت هذه قصة الانترفون. الله لا يوفقك. ولي في بيت ما في انترفون وعم تمعمع القصة لأجلك بالحمامات ركبوا انترفون. هي انترفون تبع له جار بتمرقنا للانترفون يعني البوليس الدولي انتربول اسمه انترفون ما بيتلفنوا لبعضهم اني كمان ليك الحكي عال. هلا الزلمة اذا بيشتغل مع الانترفون صار معهم مصاري الجماعة عندهم شقفة ارض 60 دنم. وين؟ بلوس فيغالوس. وين لوس فيغالوس؟ لا بأمريكا. وين لوس فيغالوس؟ بأمريكا ما في لوس فيغالوس عباس. شو في بأمريكا؟ بأمريكا في لوس أنجلوس ولاس فيغاس. إيه ما هي شقفة الأرض جاي بالنص بين أمبا وحياتك يا حاطي. لحظة عم بتكعيني. ما عم كعيك هلا حطتني براسك عم بتكعيني على القانين عليها وفي محامي. لبنان عم بتفبرك القصة على القانين. وحياتك يا عادي روق شوي. هلا إذا بخبرك عم بيا رح تزعل ورح ينسم بدنك عبيا كتير. بيا؟ ايه شو بيا؟ ضربوا ايزنهاور. يا لطيف. طرق وطرق من شهرين الى اول ما الى اخر. كيف قشوا بالسيارة ايزنهاور يعني؟ ولا انه تلاسنوا ايزنهاور باك عسوياه ما بفهم. يا ايزنهاور هيدا مرض مرض لما بيخرف الواحد. الزايمر. الزايمر الزايمر. ما انت بقى. معه الزهايمر الزلمة. يا لطيف يا عادل يا لطيف. راح ليعمل فحص بوليستر طلع 700. يا حرام 700. يا حرام 700 البوليستر 600 700 عم يلعب معه البوليستر. قرب لقلك قرب ما قلنا عين لحكي. الترموستات فرط معه. فرط الترموستات. فرط الترموستات. هرهر الله يعينه بلا ترموستات. هرهر الله يعين مرته. أكيد الله يعين مرته. شو بدها فيه بلا ترموستات. يا رب. لا راح الترموستات يعني. هلا عمك المعتر قاعد راسي بالبيت لشغله له عامله. ايوه قاعد راسي. فتح شركه اوتوستراد وتصدير. شو في كثير على شو هي كثير شو هيدي اوتوستراد وتصدير؟ منين جبت لي اياها بالعربي كمان؟ شو بالعربي؟ عم بتغلط بالانجليزي بلع لك اياها. وعم تحكيني فرنساوي يا مارسيل بانيول. قلت عم تقول لي جاردون وجاردينيير بلعنا لك اياها. ماشي. وفيت عم بتغني بالتلياني يا ايروس رامازوتي بلعنا لك اياها. قطعناها نعم. بالعربي عم بتغلط لها كثير. لحظه لحظه شو غلط بالعربي؟ شو اوتوستراد وتصدير؟ شركه اوتوستراد وتصدير ما سامع فيها؟ لا بعرف. استيراد وتصدير. استيراد امبورت اكسبورت عباس. شو هي مثل صحمر ويحمر يعني؟ عم بقى كيف بيركبوا ما بفهم؟ صحمر ويحمر نفس الوزن. انساني هول كلهم. عزمناها على الاكل. قلنا لك اهلا اوبن مايكل. اوبن مايكل عزمناها على الاكل. ايه قلنا لها شو بتحبي بناكل اكل خالص. احلى شيء اكل خالص. ايه اكل كيف اكل خالص؟ لك برينج اواي يعني. الله اكبر على الليله عباس. نعم اكل خالص ما بقولوا برينج اواي. شو بقولوا له؟ بقولوا له تيك اواي. تيك اواي خذهم برينج اواي بتجيبه. يا عادي واحد بيطلب اكل لياخذوا له اياه ولا ليجيبوه؟ ما فكر فيها انت. طيب لا يجيبوه. ها شو بتصير؟ معقول مغلطين لغويا الجماعه؟ لا هول شو خصهم بالانجليزي عندي؟ مزبوط مفروض هي مش برينج اويز وبيتزا لازم صفت مع احلاه. شفت طعميتها برينج اواي؟ معي 100 دولار عرفت في بجيبتي 100 دولار. بتحب التفشيخ بدها تروح على مطعم قلنا لها تكرم عينيك اي نوع اكل بدك. بتعرف العبس بس يسخط خلص حاطم طين تلا اي انواع اكل في عندك ساينيز ياباني. واي فاي فاي لا حول ولا قوه الا بالله. شو النار هذا؟ شو الساينيز؟ ساينيز اكل صيني. لا
شو اكل الصيني ما بيقولوا له صينيز، شو بيقولوا له؟ بيقولوا له تشاينيز. ليش انت بتقول الصين ولا الشين؟ شو بتقول انت؟ شو بتقول انا؟ ايه شو بتقول انا؟ بقول الصين. صين صينيز. يابان. يابانيز. هيني لو لبنان. لبنانيز. مالطا. مالطيز. طعميتها مالطيز؟ ايه طعميتها. اخدتها على محل كتير هيوج معلم. هيوج؟ ايه بدك تعمل من قيمتها ليه مستغرب؟ وين اخدتها؟ على الفودو. شو هذا؟ قال فهمنا انت فتيح بيكولو فهمنا وضحكت فهمنا، بس كارولينا انت شو لك بالفودو؟ خشيت تضحك بقى. ذكرتي شو ذكرك بالفودو؟ شو يختك على الفودو؟ بالبرازيل عندكم فودو؟ لا مش سحر حياتي. يا حياة انت فهمان المسرحية غلط هيئتك. تحكي تحكي وانت شو لك بالفودو كمان؟ نفهم الرجال. اكسكاليبر هيوج. خيان شو عم تحكوا؟ محل انا محل هيوج. هيوج كبير قصدي. هيوج هيوج. طيب 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 حطينا لها شده. ما في شده بالانجليزي. حط اجت الشده هلا عرفت. ما في شده بالانجليزي يا سيبوي. طيب ماشي الحال. فوتناهم بحيط للجماعة. انفضحوا نعرف مين بروح على الكباري هلا. معلم. ايه عادل. ايه وين بدك قعدها؟ ايه وين قعدتها؟ FBI. اه يا مزوي FBI. شو لكان؟ VIP هاي مش FBI. هي هي مزبوط هي. ايه ليه قعدتها VIP؟ بدي اقعد انا وياها تيتا لتيتا. يا عيني ليه؟ ما بدي اعرف انا كيف بتفكر هي كمان. هيدي ما بقولوا لتيتا لتيت. تات اتات. راس براس. شو هي؟ تات اتات. هي طيب تات ماشي. أتات. ماشي وبلشنا نطلب اكل. اكله طيب؟ يا بيي بياخذ العقد. خبرني شو طلبت؟ انا طلبت تشيكن ناجتس عالدجاج. يعني شطة ريلتي. شو بيعملوه طيب هوني؟ بياخد العقل. ايه. اه. وهي شو طلبت؟ هي اخذت تشيز برجر بلا جبنة. لا اه ما بتحب الجبنة. بتضيقها الجبنة. بتضيقها الجبنة كأنك قاعد معنا بتعرف. بتضيقها الجبنة. وطلبت ديزرت معلم. ديزرت؟ ايه ديزرت. شو فلشوا لك رمل بقى وجيبوا لك جمل وشكوا لك بلحة وقالوا لك يلا. لك حلو حلو. شو اسمه هذا الحلو؟ ديزرت. ديسير. طب ها هي ديسير. ماشي الحال. ايه شو طلب ديسير؟ سلطة دي فورمي. اوه سلطة نمل غير شكل. سلطة سلطة الفواكه. شو اسمها؟ سلطة الفواكه اسمها سلطة دي فروي. اسمها دي فورمي. دي فروي. خي انا طلبت دي فورمي لو هي بدها تاكل كان دي فروي. هون بقى عدول. ايه ما في 10 دقائق ربع ساعة من بعد ما قعدنا. شو بدك يصير بيني وبينها؟ شو؟ تيلي طبيز. يا عيني عليه. احلى شيء احلى شيء تلي طبيز. عادي انا هون تنفست وارتحت. ايه بعد بترتاح اكثر بس يصير في سبونج بوب انت وياه بقى. شو هذا سبونج بوب؟ لحظه شو شو هذا خبز فرنجي يعني؟ هذا رجال البسكوتي سبونج بوب. رجال السفنجي مش البسكوتي. هذا غير واحد السفنجي هذا. هذا بعدين بيقولوا له تلي طبيز. مرجوعك لعندي بالاخر. عدوى عدوى هيدي تيليباتي بقولوا له. تيليباتي مش تيليطبيز. هلا هون بدي اعرف اذا بتشرب دخان. ترقط السؤال مع لقمنة. اوكي يو درينك سيجاريت؟ لئيم. لئيم فت على القصة. واضح لئيم. ايه وربك حميد ما بتدخن. ليه انت بتتضايق من الدخان؟ شو بتضايق من الدخان؟ انا شامبينيون بسباحة ولا عادي. شامبيون مش شامبينيون. انا معي ميدالية قد الصينية ما شايفها بالحياة معلقة عندي. لا ما في مرمطون ما بشارك فيه انا. عن جد؟ اول واحد بتلاقيني تحت. عم تنزل بتمرمط معهم؟ اول واحد. ايه هلا هون هي انعقصت على السؤال تعريف. آه. إيه؟ انت معقول سؤالك كمان؟ خجلي. انا بعدين بعد بلشت اعرق. ايه قربت قلت لها معي كوتاكس. ايه شو بيك عم تتبربع كلك سوا ما عم بفهم. طلبت منك كوتاكس. طلبت منك كوتاكس؟ ايه وعطتني. اه وعطتك. ايه ليه مستغرب ما عم بفهم بس. كيف قلت لها معي كوتاكس؟ قلت لك ايه تفضل. يا عمي لحقت اخر وحده خذها يلا سقطها يا خيي. لا
انت ليه راسك بيروح على هالقصة؟ انت طلبت كوتكس. هيدا شو اسمه؟ اسمك كلينكس. طيب ماشي الحال، قلنا ساعة بنحكي غلطنا بهالكلمة مرقة. هاي العم على هالقصة. حدا بيطلب الوحدة كوتكس؟ شو بدك من كوتكس؟ هلا جايين بدنا منك فليفر. فليفر؟ شو بيع بوزة انا؟ لك خدمة شو اسمها؟ فليفر فليفر فليفر. طيب شو بدك مني؟ الهابي بيرث داي تو يو تبعها بكرة. شو بدنا نعمل ثائبي؟ طيب سوري وليد توفيق ما لحقتك. الهابي بيرث داي تو يو تبعها بكرة كلها عيد ميلادها يعني. وين عاملينه؟ على كوبري 6 اكتوبر. اه هيك هلا صاري كل هالجم بيرثدي. طيب بيرثدي بيرثدي تبع بكره. بدك تخدمني ولا ما بدك تخدمني؟ من هالعين قبل هالعين. بعرفك قد وقد. شو بدك مني حبيبي؟ بدي اعمل لها ستريبتيز على راس. خلص وبدي اياك تساعدني. انا بدي ساعدك بالستريبتيز؟ ولو يا عادل انا مين الي غيرك بهالموضوع؟ انا شو الي بالستريبتيز؟ لما انت ملك الستريبتيز. انا ملك الستريبتيز؟ ما بعرفك انا. شو ما بعرفك؟ شوف جيب عمود بلش حف على عمود قدامها بقى. ليك شو بيحكي لك؟ عادل شو خص هذه هي؟ انت عم تقول بدي اعمل لها ستريبتيز؟ ستريبتيز بدي اعمل لها مفاجأة. ستريبتيز؟ ايه طيب سربريز ماشي. كثير عاد؟ انت كثير كمان. هون بعلو عباس. انت ليه بتنقهر مني يا عادل؟ ما بقول منك وخيي بس والله بتنقهر مني، انت بتشوفني طالع طالعتي بالانجليزي بتكسر لي مقاديفة. لك هالطلعة للطلعة. ليك هالحكي؟ تفضل. لانه انا بلبل بالانجليزي وانت ما بتحكي انجليزي. انت منك بلبل، انت انجع دوري بالانجليزي. خلص ماشي، انت صايره عندك عقده معقدك انا فيها يا صرت. روح شوف حكيم نفسولوجي. روح ما تواخذني طلعت مني. حكيم شو؟ حكيم نفسولوجي؟ ايه حكيم نفسولوجي. شو حكيم نفسولوجي هاي؟ حكيم النفساني. شو اسمه؟ حكيم النفساني اسمه نفسولوجي؟ شو اسمه لك؟ حكيم الجلد. شو اسمه؟ جلدولوجي. حكيم البواسير. فيزولوجي. بومبا. شو بدك انت عادل؟ بدك هلا هلا افتي لي اياه. يلا روح روح. بتكسر وبتجبر. هل عنك؟ روح يا خاي. لك عصبت تكني بقى. جعانك بتعصب. جعانك بتعصب. خي روح خليني انا سالم داون. خليك سالم؟ سالم؟ شو سالم؟ ليه سالم روق يعني؟ ما بقولوا سالم، بقولوا كالم داون كالم. كيف تنكتب؟ اكتبها لشوف هالشيء. سي. بس سي سالم يعني. يي انا فيل. بدك مني شيء؟ ما بدي منك شيء. جود نايت عبس. نايت جود. قلت لك جود نايت. شو نايت جود؟ يا خي جود نايت السلام عليكم. نايت جود اقلبها عليكم السلام. بكل العالم الخبر خبر مين وين كيف وليش، بس بلبنان كل محطة بتصيغ نفس الخبر على طريقتها حسب ميولها السياسي وفهمكن كفاية. مساء الخير من تلفزيون المستقبل، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين. فوز كاسح لقوى 14 أدار في الانتخابات الطالبية في جامعة اليسوعية. فوز كاسح ومستحق لقوى 8 أدار في انتخابات اليسوعية. نصر إلهي آخر لقوى 8 من أدار في الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية. فوز الآنسة جورجينا رزق بلقب ملكة جمال الكون. شو؟ جورجينا رزق. جورجينا رزق؟ ربحت، متأكد منه. معقول ولك يا زلمة؟ شو هذا؟ متأكد منه الخبر. هذا خبر طازة؟ شو عم تحكي؟ أنتو كيف تجي أخباركم بالحمام الزاجي؟ شو معقول؟ خربزوكم شو up to date؟ مساء الخير. جرياً على عادتها وكما حصل في باقي الجامعات والنقابات، حققت قوى 14 أدار حاي فوزاً كاسحاً في جامعة اليسوعية UAG، على الرغم من وجود شاحنة على باب الجامعة توزع المال النظيف على الطلاب.
انتصار جديد للتيار الوطني الحر وحلفائه في جامعة اليسوعية على الرغم من الاعتداءات السافرة لطلاب ميليشيا القوات اللبنانية الذين نصبوا حاجزاً على باب الجامعة لفرض الخوات ومصادرة سندويشات التلاميذ بإشراف شخصي من النائب أنطوان زهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعونه تعالى نصر إلهي جديد يتحقق على أيدي المجاهدين في انتخابات الجامعة اليسوعية. فالمقاومة وحلفاؤها اجتاحت مواقع ما تبقى من فلول 14 من شباط، وقد شهد الطلاب من حلفاء أمريكا يفرون من الباب الخلفي للجامعة ناحية السوديكو. أسعد الله مساءكم. فوز مشرف للبنان حققته الآنسة الشابة جورجينا رزق بنيلها لقب ملكة جمال الكون. وفور شيوع الخبر اشتعلت بيروت الغربية بالنيران ابتهاجا من قبل جماعة أبو حسن سلامة في منظمة التحرير. وبإمكانكم متابعة مقابلة خاصة مع الملكة غدا مساء من استوديوهات تلفزيون لبنان مع الإعلامي نجيب حنكش. نجيب حنكش حادث سير مروع على طريق علي الكحالة باصطدام شاحنة بسيارة مدنية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرين. ولم يستبعد عضو كتلة المستقبل الوزير السابق أحمد فتفت تورط الجهاز الأمني اللبناني السوري في الحادث. مجزرة جديدة ترتكبها عناصر القوات اللبنانية على طريق عام الكحالة علي. يا لطيف. وفي التفاصيل أن العناصر المذكورة طاردت سيارة مدنية بداخلها 4 مواطنين يحملون علم التيار الوطني الحر وقاموا باستفزازهم عبر إطلاق العنان لزمور القوات اللبنانية تات 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 تات، مما أفقد السائق السيطرة وأدى إلى اصطدامه بالشاحنة. وتعليقا على الخبر، طالب النائب في كتلة الإصلاح والتغيير نبيل أولى بفتح المقابر الجماعية في حالات لم شو بدي لم؟ السم اللي عم بنقط. العدو الصهيوني الغاشم يخترق مجددا السيادة اللبنانية بتورط عملائه في وقوع حادث سير مروع على طريق علي الكحالي. فبعد الخروقات البحرية والجوية اليومية من قبل الكيان الصهيوني، اليوم كان الخرق بريا، فتبين بأن سائق الشاحنة من مناصري عملاء الداخل واصطدم عن قصد بالسيارة المنكوبة التي كان يقودها بعض حلفاء المقاومة والمناصرين. وقد أكد النائب علي عمار من مكان الحادث ضرورة التمسك بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى للتصدي لهكذا اعتداءات غاشمة والتي يمارسها العدو ضد لبنان. نعم 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 نعم. أفادنا الآن مراسلنا في القاهرة عرفات حجازي بنبأ اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات. شو؟ طرق السادات خلال عرض عسكري في القاهرة. نعم. وقد جاءنا الآن أيضا عبر التلاكس أنه قد تم تعيين نائبه الضابط الشاب محمد حسني مبارك رئيسا لجمهورية مصر العربية. وعمت احتفالات شوارع القاهرة. نتمنى للرئيس الجديد حسني مبارك حياة سياسية ناجحة. والآن وقفة مع الإعلان، من بعدها نتابع النشرة. طبيعي يعني حرام. معقول يا زلمة؟ حرام كتير 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 بينظف بيرلكس. كتير 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 بيوفر بيرلكس وملعقة صغيرة بتغسل غسل كبير وبتخلي عغسيل بتتفرش كل جيري. يا لك غسيلة شو نظيف نيالة هالغسيل. دخلك بشو عم تغسل؟ عم بتغسل متنا بيرلكس. تعاونية البتول، مواد غذائية، ألبسة نسائية، رجالية، ولادية، فروج طازج.
زوروا تعاونية البتول بفروعها الثلاثة في كل لبنان: الرويس، حارة حريك، بئر العبد. لا فلشيني منيحة. والآن نتابع الأخبار من تلفزيون المستقبل. استيقظ دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري عند الساعة 7 صباحا وتناول الفطور مع مدير مكتبه الشيخ نادر الحريري. مراسلنا في بيت الوسط تأكد أنه في الساعة 7 والدقيقة 32 تدشى الرئيس الحريري وقال الحمد لله. فرد عليه الأستاذ نادر: صحتين دولة الرئيس. مطرح ما يسري يمري يا صغيري. مين ننوشك ننوش؟ يبوشك أبوشك أبوشك. مين بدأ تبري؟ أبوشك. تشاهدون التفاصيل فور جهوز الشريط. كمان في شريط. وفي الرابية أشرقت الشمس عند استيقاظ دولة الرئيس. نعم. النائب. الجنرال. العماد. خوفه. أبو الهول. راع. توت عنخ آمون. العماد ميشيل عون. وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي استنكر تتشاية الحريري مؤكداً أنه لا مفر من تتشايته لاستحالة هضم $55 مليار دين. من جانبه أثنى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد على موقف الجنرال عون، منبهاً إلى مدى ارتباط تتشاية الحريري بتسييس المحكمة الدولية، وسأل: إذا الحريري تدشى فماذا سيفعل فؤاد السنيورة؟ في أخبارنا الفنية أتحفنا المطرب الصاعد وديع الصافي. لا لا خلاص. مطرب الصاعد معقول؟ أصدر أغنية جديدة بعنوان يبني وقد احتلت المرتبة الأولى في المبيعات لهذا الأسبوع. مبروك وديع. هذا الصابي صوته كتير حلو عن جد؟ إيه والله صابي. تنصحني اسمعه؟ بشتري له كاسات يعني؟ أجيب له اسمه وديع الصافي. وديع إن شاء الله ما أنسى اسمه وديع الصافي. صوته حلو 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 كتير صح. ليك معلم؟ يا حبيبي أنتوا معكم خبر إنه التلفزيون صار ملون؟ والله معكم خبر؟ تفاجأ كمان. بعدكم دخلك بعدكم بتزيعوا اليانصيب هول تبع دولي بالبسكتات فظيعين. ما عدا اللي بيكتب الطبشورة الله يرحم ترابه كان خطه حلو. شو اسمه؟ الله يرحم ترابه. شكلك عتيق مثله. في أخبار في أخبارنا الرياضية بعد 12 عاما على انطلاق ونجاح دورة الحريري الدولية بكرة السلة، قررت مؤسسة الحريري إطلاق دورات رياضية جديدة: بطولة بهي الحريري العربية بالقوس والنشاب، مسابقة أحمد الحريري بالجمباز، دورة بهاء الحريري العربية لسباق الجمال في مدينة الرياض السعودية، وبطولة سعد الحريري للسرعة في الطباعة على التويتر. أعلن دولة الرئيس الجنرال النائب العماد ميشيل عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل الإصلاح والتغيير مقاطعة مباريات كأس الأبطال الأوروبية تشامبيونز ليج لكرة القدم، وذلك لعدم تأهل الأندية السورية والإيرانية إلى النهائيات. وأضاف قائلاً: نو 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 باردون على أثني خلص وخلص خطرات الواحد فينا بس وخلص بقى
وخلص هلا اثنين فريق برشلونه الاسباني بيلعبوا احسن من فريق حطين السوري او فريق مانشستر يونايتد الانجليزي هلا اثنين بيلعب احسن من زوبان الايراني. لا بس من اي نوع ابطال وحاجة تسموه الابطال وخلصني كلهم وكلهم اللي ما بيوصلوا وكلهم لتحت زنالي أعلن مدرب فريق العهد لكرة القدم علي عواضة عن التشكيلة الجديدة للفريق بعد ضمه لعدد من اللاعبين الجدد، وأصبحت التشكيلة النهائية لفريق العهد على الشكل التالي: لحراسة المرمى علي حاطون، لخط الدفاع علي سويد، علي منصور، علي متيرك وعلي أحمد. أما في خط الوسط علي حيدر، علي رضا وعلي العلي. أما في خط الهجوم بقي اللاعب اللبناني علي جواد، وانضم إليه لاعبان أجنبيان وهما علي جونسون وعلي أكبر كهربائي. في نهاية النشرة يسرنا أن نعلن عن إطلاق شبكة برامجنا الجديدة والتي تضم باقة من أجمل وأحدث الإنتاجات الفنية والدرامية، نذكر منها المعلمة والأستاذ، حول غرفة دنيا هيك، أبو ملحم، أبو سليم، مصارعة حرة، ومجموعة مباريات كأس العالم للعام 1974. كان هذا كل شيء في نشرتنا. تتابعونا بعد النشرة المسلسل الدرامي الجديد 10 عبيد صغار. تصبحون على خير. شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على ألف خير. شكرا لكم وإلى اللقاء. دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا لله وأنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وأن أنت أكرمت الكريم ملكته وأن أكرمت اللئيم تمرد. أهلا وسهلا فيكم كلياتكم، يعني صدقوني أني مبسوطة كتير فيكم. ما بعرف مين بدي عد ولا مين. طبعا جيسيكا أول مرة بتحضريها، ما هي حرام 17 مرة صارت حضرتها بعد على حيالة شغلة. على كل حال نحن مبسوطين فيكم كتير، بس بدي أعرف أنتم مبسوطين؟ وهلأ بدنا زقفة إذا بتريدوا كتير كبيرة لكل النسوين الموجودين هون. برافو لك شباب، شو مهضومين. ما تفكروا شباب إنه عم بقول هيك مش مشان يعني ميشيل، ما تفهمني غلط إنه نحنا ما منحب الشباب أو هيك، بس ما بعرف في شغلة كتير صغيرة عند الشباب، ما بعرف إذا منتبهين لشباب زغطورة هالقد، إنه بتتعرفوا على الوحدة، بتحبوها، بتغنجوها، بتتجوزوها، تنسوها. معي حق ولا لا؟ ما معي. شو قولكم صبايا؟ مزبوط؟ شو هالقصة هاي معهم رجال؟ شو ماجي؟ يعني فيها وجهة نظر؟ بونسوار مسيو. مش مزبوط؟ طيب هيدا نشوف أول ما تعرفت عليها كيف كنت تغنجها؟ شو كنت تقلها؟ حبيبتي. حلو. وبعد ما تجوزته؟ ناسي اسمها شكلك، مع انه نجمة قد الدنيا يعني. بتقلي لا مش مزبوط، عندكم شغلة انتو رجال مش معقولة. جمال من الواحد بالمية. هيدي شهادة استاذ. عن ليك ليك صاروا كلهم هلا هي صار بدنا نزقف لهم للرجال هلا. يعني فعلا الرجال ما في مثله، لانه بيشوف الوحدة بتعجبه، بحبها، بتعرف عليها، بغنجها كتير، حبيبتي حياتي تقبريني، بصير بده يتلفل لها كل دقيقة أو كل ثانية. بعد ما يصير فيها التعارف بصير إنه حياتي عبالي نظهر، أي ساعة بتأمر فخامتك امرق جيبك، بتقول له هي الساعة 9
8 ونص بيكون تحت البناية، بس يشوفها طلت من باب البناية بيركض ركض عركابه ليفتح لها الباب. شو هالقلان المزوي زياد برجي بتعمل هيك انت؟ بتفتح الباب؟ فتح. المهم تطلع حضرتها بهالسيارة، بتقعد بالسيارة بجزدرو، بيوصلوا على الشقة، بيفتح باب الشقة، هي وفايتة عم تتمختر، بتتفركش، بتوقع، بتكسر الفاز الكريستال اللي على باب الشقة. شو بيقول لها هو طبعا؟ برافو، كلكم مجربينها. فداك يا حياتي، فدا سرميتك 100 فاز مثل هالفاز من جيب. بينما اذا كانت مرته اللي كسرت الفاز، شو بيقول لها؟ العمى بعيونك شو بقرة؟ قولي عم يا ما بتقشعي؟ بتعرفي قديش حقها هالفاز يا بقرة ليرجع يذكرها اللي كسرتيها؟ عن جد مش معقولين رجال، مع انه بتقولوا عنا نحن نسوين انه نحن بنحكي كثير؟ نحن بنحكي كثير؟ شرفك بيير نحن بنحكي كثير؟ اعوذ بالله يا جماعة، انه نحن بنضل لحقينكم وين رحتوا وين جيتوا وتعالى هون شفت معك ويتك وكنت عم تحكي مع حدا؟ اكيد لا. عنا تم ياكل، ما عنا تم يحكي. عن جد ليكو برونو ليكو، هيدا منظر منظر بنات بتشارع. بعدين انه بالعلاقه بين رجال ومرته بتعرفوا بيبقوا مش ناطرين مناطره لحتى يوصلوا على هالبيت بالليل، هو بشغله كل النهار وهي اذا مش بشغله مع الاولاد بينطروا بالليل لحتى يغنجوا بعض، يناقشوا بعض، يعملوا فلو فلو. هيدي مش على طريقه تلفزيون لبنان يعني. المهم النهار اللي بيكون هي طالع على بالها وهو المعتر من 7 الصبح للسبعة عشية بشغله إجري مش قادر يوقفهم. ما بعرف مشان بدي أسألك، إذا إجري مش قادر يوقفهم شو بده يوقف لغير شيء؟ وهي مصرة عم بقلك اليوم يعني اليوم بيغلط بيقول لها حياتي سوري تعبان، نبريج إطفائية وفتح عليه. مع انه نحن عنا تم ياكل مع انه تم يحكي، ما عم بفهم هيدي المعادله دغري وين بيروح راسنا نحن النسوان انه اكيد عم بيظهر علي. سكتوا اذا فيكم سكتوا. بينما اذا هو طالع على باله وهي بهيدا النهار بالذات منا بالمود، على جلاده شو بتقول له؟ راسي عم بيجعني دغري. ليك راسي عم بيجعني، روح العب في بلاي ستيشن بالاوضه. روح العب في بلاي ستيشن بالاوضه، ما قال جدتك الليله. بيروح بيلعب بلاي ستيشن بالاوضه وبيرجع بينام على وجهه. طب والاهضم من هيك كله انه بس تشوفوا النسوان قاعدين بالسهره عم بيرقصوا بتصيروا انتم محروقين ومعصبين، انه انتم شايفين حالكم رجال كيف ترقصوا بالسهره؟ مش معقولين يعني، بنكون نحن يلا وانتم حماس يعني. الوحدة إذا ما إلها جلادة ترقص بس تشوف رقصتكم بتتحمس ترقص. حابين تشوفوا كيف ترقصوا؟ يلا سمعنا يا بلال كيف المرأة بترقص والرجال بيرقص. طبعا نحن هاي وشي وير الحمراء بتأشرها عرف بالي دكال بالي دكال بالي. هو شو عم يعمل؟ ما تعمل له هو الماكسيمم تبعه بصير ما بتعرف نزول طلوع ورا قدام. يلا حياتي الماكسيمم، يلا حياتي يلا يلا. اي 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 بيج اي بيج ونحن خلع وعم بيزرزب العرق من شعراتنا. لا لا هونيك محل وهو بعده. شو قصة التم مع الايد او الماكسيمم تبعه؟ هو يعني حمسها كثير عن جد. مش بشرفك مش هيك بيرقصوا؟ هيك بيرقصوا؟ إذا رقصوا عضلات كذا وهيك. هيدا كلكم واللي أبشع شيء بنسمعه منكم لما بتقولوا إنه نحن نسوان منضل معصبين. نحن منضل معصبين؟ لحظة قد إيه بالشهر اليوم؟ لحظة ما كذب عليكم، قبلها ب15 يوم منعصب شوي. نحن وفيها ب15 يوم
منعصب شوي، وبعدها ب 15 يوم كمان منعصب شوي، بيبقى عنا نهار واحد بهالشهر اللي رح تطلع منكون مبسوطين فيه، بيجوا هندي ببقطونا اياه. هيدا كوم، ومثل ما كلكم بتعرفوا لما المرأة بتتجوز هي اللي بتحبل وبتخلف وبتتعذب وبتتوجع، والكارثة وين؟ إذا ما جبنا الصبي. إيه يقبرني، بده يسميها اسم بيو، بطنبيز بيبرمبوز، بياخد على خاطره وبيضل ليجيبه للصبي. أرانب نحن، يلا تك 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 تك. شو حبيبي حبلتي؟ إيه حبلتي؟ معك صبي؟ لا معي بنت. يلا تك 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 تك. بعد ثامن ولد لا اجى هالصبي، واخيرا بيطلع بمرته انه تفه العمى بقلبك ملا جسم ناتعه، ولي لاقي كيفك ملهلطه وكلك سليليت، وراح يدقوا بركابك. ما هيك دكتور روني؟ شو بقى تقول له المعتره؟ حياتي ثمان اولاد جبت لك، ايه مع حضرتك ضليتك نازل فيه نحت لهريته. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج من كل وادي عصا، هالبرنامج اللي بيتابع النشاطات والأخبار يلي عم بتصير بالبلد. أول فقرة معنا رح ننتقل فيها مباشرة إلى تونس. مثل ما بتعرفوا من سنة تقريبا صار أحداث بتونس مرقت بشكل خاطف وسريع، ما فهمنا وقتها شو صار على المزبوط. في معنا اليوم المحلل السياسي التونسي السيد عبد اللطيف بوتربيعة، بده يشرح لنا يوضح لنا ويفسر لنا أكثر شو صار بتونس وقتها. تفضل أنت على الهواء. بونسوار. اهلا. بدايه باش نقولوا لكم ونقطعوكم ونلونوا فيك ونقولوا لكم مجرى كبير ياسر خايب. ها واضح، وكانت فما تعطت وقتها في الدرسورات الحقق في الاحداث تونس، ونقولوا لك في هذا اللي ندون تقطع عليها هذا فما تفروح ومنكش تاثر في هذا المعناته. واضح. نعم. وصفاقس الحمامات كل هذا اللي ندون تقطع عليها. واضح. واضح. سافا سافا ميرسي. صارت أوضح بكتير هيك، يعني نشكرك على توضيح. بفقرة وين صاروا يلي بنحكي فيها عن مطربين كانوا نجوم كبار واختفوا فجأة عن الساحة الفنية، معنا مباشرة على الهواء العندليب الأشقر أحمد دوغان. في بحور عليك يا صبية مركب عمل يغرق بيا، في بحور عليك يا صبية مركب عمل يغرق بيا، حسبي للميات غرقني دانا عمري ما عديت المية، دانا عمري ما عديت المية. مرحبا استاذ احمد. اهلا. شو هالصوت الحلو. شكرا. رح ترجع قريبا على الساحه الفنيه؟ طبعا. يعطيك الف عافيه. ويلكم. ما كان حكيو هيك، هذا معقول؟ وعلى بلدي وديني على بلدي فيها امي وبي وولدي، وعلى بلدي وديني على بلدي فيها امي وبي وولدي. وهلا هلا رح ننتقل مباشرة إلى مجلس النواب لنقل وقائع جلسة الثقة. الرئيس بري يفتتح الجلسة الآن. إذا بتريدوا يا لحظة يا إخوان، لحظة إذا بتريد، ولك إذا بتريد أبعتكش الأذن بالكلام، يا بعطيتكش الأذن بالكلام، لا بالنظام ولا غير بالنظام، أبعتكش الأذن بالكلام. لحظة إذا بتريد يا عاصم، ولك يا عاصم أنا عبالي أحكي معه. لحظة يا
زبيل زبيل فادي الأعور. تفضل شري. دولة الرئيس، ماذا نطلب من هذه الحكومة؟ أصبحنا كالمثل القائل يا طالب الدبس من طيز النمس. تشطب من محضر الجلسة. شو هذه تيز وبطيز يا مجلس نيابي هذا؟ إذا بتريد لا، إذا كان شيء بنخلي الدبس وبتشيل الطيز. لحظة، إذا بتريد خلي يا علي، ولك يا علي، ولا بعلي عم بحكي معه. لحظة، أنت وزير ابعد هون يا ولك. انت بقلكش بالعاده يا حضره الزبيل، يعني انا بعرفك، يعني انت خلاصه هذا الامر، هذه القعده، الكلمه اللي قلتها يعني بديش ارجع عيدها وسبيها يعني، ولكن اي ريفيوز هذه الكلمه يا اذا بتريد. لا لحظه يا سرج، ولك عم يسرجك. لحظه، واي ريبيت، ولك وعم اقول لك اياها، واي ريببر، وأني مثل أي رئيس بقدر أعمل لك صلاحيات اللي بدك إياها. خلاص، إذا بتريد. وأني الآن رح أرفع الجلسة لأنه أنتوا بتستاهلوش جلسة، واحترنا يا أرعب دبوسك. خلاصة هذا الأمر، تديك يو فيري ماتش. قبل ما نتابع فقراتنا رح نتوقف هلأ مع خبر عاجل عبر قناة الجزيرة. مساء الخير. التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول مستمرة، ووقع انفجار كبير اليوم هز أحد أضخم فنادق العاصمة، وأسفر عن وقوع 125 قتيلاً. وعدد لا يحصى من الجرحى. مزيد من التفاصيل نوافيكم بها فور ورودها إلينا. شكراً. بنهاية البرنامج رح نتوقف هلأ مع فقرة اسمها فنان في الذاكرة، ومنسلط الضوء على الفنان فريد الأطرش من الأرشيف. أنا طول عمري الفرح موجود بأغنية، وأنا بعيد كل البعد عن الحزن والمآسي والألم. كل الأغاني بتوعي مليانة أمل وحنان وفرحة وبهجة وصفاء وبسمة. أنا بكره الحزن، مليش في الحزن. عدت يا يوم مولدي، عدت يا أيها الشقي، عدت يا يوم مولدي، عدت يا أيها الشقي. الصبا ضاع من يدي وغزا جيب مفرقي، ليته يا يوم مولدي كنت بلا يلا غدي.
كان هذا كل شيء. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. خلص وجدي لك ليش عم تعمل هيك؟ انت عم تعمل هيك؟ ليش بتفهم عربي؟ اي عربي واي انجليزي؟ خلص وجدي ليش بتعمل هيك؟ ليش بتحب تسب؟ ليش بتحب تسب؟ لك دوري انا؟ لا دوري انا بليز. ليش بتسب؟ ليش بتحب تحارب؟ ما عم بحارب بلا عم بتحارب. انت كثير بتحب تشارع. انا عم بشارع. بتحب تناقل. باردون سوري. والله سوري بقلك شو بدك تقول؟ ليش قلبك اسود؟ منو اسود بس دوري. لا دوري انا. دوري انا لا. ولازم talk to the hand. What's talk to the hand. Go to hell, okay. بتحب تجرحني؟ ما عم بجرحك بس حق. مش بايدك حامل سكين وعم تجرح. تيتي هلا فرجي. تيتي شو في صوتكم طالع لبرا؟ هي؟ هاي تيتي. هلو شيري. صبا. هاي. هاي تيتي. شو اخبارك؟ صبا. تعاملك شو بتلبسي حلو يا عقرب بزن منك بفا. شو؟ ماشي كيف يا حبيبي؟ صفا شو في؟ تيتي ما بعرف اتحمل رح بس رح آية شو عم تعمل؟ عم ببكي عم بوه هيك بيبكوا؟ طيب لحظة في مجال أعرف من مجدي بليز مجدي؟ وي شو صاير معك أنت وياه؟ عصبنا. طيب في مجال أعرف الخبرية؟ حياة سوري فيني أقول لك شو؟ قول هدس خلص ما بقى فيي قول هدس. أنت كتير أنانة وجدي. ما تقول له أنانة. أنانة بقوة. شو عرفك بحب الأنانة؟ ليك لا في مجال يكون بوزن تخين لنحس بشو؟ خلص بقى أنت وحركاتك مع فلين تعمل كل شيء. قصدي سيلفش اوكي؟ صاري سيلفش. شو صاير هلا خبرني؟ حياتي كنا بالجمايزة. ايه كنا سهرانين وكل الشيء. اوكي انه عرفتها؟ لا ما بعد ما خبرتني انه اوكي كنا سهرانين وكل الشيء وكنت انا عم بغنى. ما انا بغنى. وبيا شجعنا وكل الشيء بقوة شجعنا. طيب اوكي شو الخبرية؟ كنا انا وزياد ورزان تطلع بالك لا كتير سترس. كنا انا وزياد ورزان ومازن وزان. جيسيكا كنت جيسيكا. جيسيكا لحيد العقرب. اوكي ايه كنا سهرانين وكل الشيء وكلنا كلنا. طب لحظه شوي كان بيير. بيير كان بيير رباط. بيير ايه؟ بدك اياها من الاخر. ايه جذبنا. جذبنا عمل له هيك وقال جذبك كمان كله قال وقال واللي بدك اياه كله. طب اوكي ليش خنقتوا؟ خلصنا السهره وكل هالشيء. ايه؟ اشترينا هاي البيسكليت بعد السهره. اوكي انه عرفته هيدي كثير سبيسيال وسبيسيفيكاسيون. مره منه مره مني صار بده يطلع مرتين هو. لا دقت بعينك. اي دقت بعينك. هلا لك ساعه انت وياه عم تخانقوا على هاي البيسكليت. ايه حبيبي وجدي شو فيها شيء سبيسيال؟ حبيبو ما هيدي بتشيلي هيدي هيك وبتبقى هيدي هيك طبعا هيك وطلع عليها وكلها الشيء كيف تعملها هيك أحلى شيء بس أبا واو بس مقبة زال عن بس هلأ خلص حل عمي تيتي شو في تعشوا خليه يخدها بدي إياها ليه بقى عم بتفوت أشق ما عم بحس بشيء لك خلصنا بقى اليوم أنت عم تلعب خلاص وجدي كتير عم بتزيدها صاير بتعريف طيب بردان هيك زعلته لمجدي ساري مجدي لو خلص قهرنا مجدي تعا كرمالي لو قبطنا عم يمغصنا تعا شو بدك شو بدك تعا كرمالي خلص تعا ما بدك خلص اوكي طب كرمالك رجع هلا بفرجي بدي سمعه كلمتين هلا بفرجيك هو دايما بيعمل هيك ساري بكت مركز
سوري ما كنت مركز. شو عم تعمل؟ لمين عم تعمل هالحركات؟ لإله. لزياد؟ ايه. حمس. لمين ساري؟ ساري يا حبيبي. لمين عم تعمل هالحركات؟ شو ما فهمت؟ شو حبيبي شو بك؟ شو عم بعمل؟ لشو عم تعمل له هالحركات؟ أي حركات؟ بعدين باردون أنا بدي أعمله ولا هو بيعمل؟ مين عم مين بيعمل التار؟ بدي كسرك هلا، معقول راسك شو عم تعمل حركات بلا تعمل؟ بعينك ساري ساري. دقت بعيني؟ يا عيب الشوم عليكم. زياد. أوكي ساري. إنه بدل ما تقعدوا تخانقوا مع بعض على قصص تافهة بلا طعمة، فكروكم بالشغلة تشتغلوها مثل الخلق والعالم. واو ذكرتينا تتسي، من أنا وصغير بحب أشتغل سنجرجة. أحلى السير. سنجرجة أنا قصدي سنجرجة. وكلها حديد وقطع وصل وكلها السير. تتسي. شو؟ أنا كتير بحب أشتغل أطفاء الزيت. شو هي؟ أطفاء الزيت. عندهم هذا النبريش التخين بس يدخ دخ تتسي. مش مثل هذاك أنجا خلاص. شو رأيك بشغلة الخضرجة؟ خضرجة؟ اختصاصي خيار وكوسة. ما بعرف شو بدي أعمل فيكن. على فكرة ما حدا رح يشغلكن غيري. عن جد؟ شو بدك تسوي؟ ايه؟ شو بدنا أعمل؟ بعرف حدا كتير لذيذ. شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ إنه بيشتغل عنده هو بيقدر يشغلكن. مخرجة؟ معقول مخرجة؟ منفخجة؟ بنسرز في زكز يا عمي لا لا بيشتغل بالام تي في. شو بيعمل؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو بيعمل؟ كريستيان مدير البرامج. مدير البرامج هو بيشغلكم يا حوي هون. وينه مدير كل شيء؟ هو بيشغلكم. زال جرب انت وياه بركه. هاي كريس بحبه كثير تتسي. عن جد كثير حمس. هاي حبيب. واو هاي كريس. سهلا لك ايده. واو اذا ايده هالقد يا تلعب باسكت بول. ايه تحط لي ثلاث نقاط. وزي على فكرة إذا كريستيان ما بده يشغلكم في المنتج مروان حداد هو بركي بيشغل. بحبه كثير. يلا يلا كثير بحبه. هاي السيد العقرب لحدك بشعة كثير بكره. في مجال تشغلنا تعملنا شي مسلسل؟ اخذ دور الرجال. كثير بحب. اطلع اطلع يا عيب الشوم عليكم. كثير حمسين تيتي. هاي بكرهكم انت وياها وياها. الدكتور بحبه كثير تيتي. وجهي خلاص. شو حبيبي؟ شو حبيبي؟ شو عم تعمل؟ عم جرب اطلع بس علق سترينج. لا اطلع جرستوني انت وياه على فكره بتعرف شو؟ زيح انا ما بقى الجلاده كفايه. وين رايحه؟ وين رايحه؟ وين رايحه؟ شو عندك؟ شو عندك يا قطه؟ عند بارتي. بارتي؟ عندك بارتي؟ فينا نروح معك او ناكل كعكه؟ بقول لك عندي بارتي بتقلي ناكل كعكه؟ شو راح تعمله؟ راح اغني. شو بدك تغني؟ كاراوكي. كاراوكي احلى شيء. فيني اخذ معي الميكروفون الفيبراتور تبعي؟ وجدي قلت لك رايحين نغني. ما نحن بنغنى لك. خلص يي بعدين انت فيك تروح معي. ايه اوكي بتغني بس هو شو بده يجي يعمل؟ وهو بغني. ما انا بغني كمان. نعم ما انا عامل غنيه انا وجدي. عن جد؟ وحيات امه. طب اوكي سمعوني اياها. اسمعي يا حبيبي. هلا اسمعي بيلو حط لنا اياه. شو؟ اياها اياها بليز. سوري فيني اقول لك شيء. سوري ما كنت مركز. انا ما عملت لك شيء. ليش بتضلك هيك مبوس؟ يا ريت بيطلع منك شي. بتضل معصب وكرس بتطعمينك وسامح شي وبترجع علينا بتتعنطس. انا مجدي انا وجدي قرب كشكشني عخدي. ايه شو كشكشني هاي؟ انا وجدي خلع اذا فيك تهدي. مجدي خلع. نحنا بالرياضة منطلع ومننزل منيح لما
لما بتطلع الحرارة بتبع وجه سبيح ناكل كل واحد خيارة لما ديكي صيح هو قد ما نرقوات كده البدي أنا بدي وأنا بدي وحياتك قرب لحدي أنا بدي نو أنا بدي والله ما بقى فينا نهدي ثانك يو ثانك يو اسمعنا زقزقه كبيره للحلوه والمهضومه رولا شميل كما اذا في اكبر تقول للفنان متعدد مواهب واهضم زلمه بالعالم عباس شاهين كمان زقفه كبيره انا برايي انه قد ما تكون كبيره بتضل قليله بحقه لجامعه الكوميديا كينج اوف كوميدي حبيب قلبي واستاذي الشخصي نعيم حلو 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 محسوبكن عادل كرم Thank you, thank you. اسمحوا لنا نتشكر الكاتب والمخرج الفنان The One and Only ناصر فكي مرسي لألو ومنتج مسرحية ما في مثله شو ومدير أعمالنا مستر طارق كرم Thank you كمان ونتشكر أكيد أكيب روف توب دي جي بلال يمني إداء صوت روني متى إداء إنتاج محمد فايلي توفي وأسيستنت نسيم سالم تايجر يعطيكم ألف عافية يا شباب I love you بدنا نتشكر شركة روف توب برودكشن وهوليدي ان ديونز ياسي شباب يعطيكم الف عافية ثانك يو كثير هلا اسمحوا لنا على السريع نتشكر السبونسرز بدنا نقول شكر كثير 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 كبير لاحلى تي في بالعالم ام تي في اي لاف ام تي في ثانك يو لام تي في ثانك يو كثير عن جد تعقدوا بتجنوا بدنا نقول ياسي كمان لجرس اف ام مدلد فيجن هاي ديجيتس ادفرتايزنج اند ميديا موستاش عتيب الشباب مانوكيان عتيب رورو ايوه الميك اب ارتست كلود نجم على الميك اب الحلو والنهايه بدنا نشكر الارتيست كوافير جان نجم كوافير شعر وركت انت وياه شو لكم بالشعر بليتوا للزلم بما انه تشكرنا بدنا نشكرهم اسمحوا لنا نحن نقول شكر كثير كبير بيكون من القلب منا لكم انتم احلى عالم انبسطنا فيكم هذا الدنيا تصبحوا على الف خير